مساء الخير على كل مشاهدي برنامج دكتورز اللي بيشوفونا من خلال شاشة قناة النهار، وإن شاء الله حلقة جميلة وهتعجبكم وفيها فقرات كتير مميزة. أحب أرحب بالجمهور اللي منور معانا كمان النهاردة في الاستوديو. خليني أدخل لكم في الموضوع على طول. احنا عندنا جبات كتير دمها خفيف ومشهورة قوي، مفيش حد ما قالهاش أو ما عاشهاش. أول كدبة لطيفة جدا لما تروح تشتري حاجة وتلاقي اللي بيبيع لك عينيه خرمة المحفظة ويقول لك خلي يا هانم خلي يا بيه. أظن الحركة دي مفيش حد ما حصلتش معايا. طب ليه بيقولها؟ أو خلي يا مش عارف يا باشا، ليه يا حبيبي؟ والله اعتبر المحل محلك يا عيني، وهو بقول لك عينيه خرمالك المحفظة. فدي من الكذبات المشهورة جدا، وهنقول إنها في مصر دمها خفيف. في حاجة تانية لطيفة قوي، لما أي عريس بيروح يتقدم لواحدة فبتلاقي الأب على طول بيقول له يا ابني إحنا بنشتري راجل. الحقيقة هو لازم يقول له إحنا بنشتري راجل، هي بتبقى ضربة مثلا 700 سندوتش فول، حلتين محشي، أبوها بيبقى عايز يخلص، فبيبقى يا حبيبي عايز يحط عليها ويزحها. فالطبيعي جدا إن يقول الكلمة دي. ما تصدقوش قوي يعني، هو كل القصة زي ما قلت لك عايز يخلص، عنده 6-7 بنات والراجل زهق والبنت بتاكل التلاجة كلها، فيا حبيبي احنا بنشتري راجل عديها. دي برضو ملكة بيت اللي دمها خفيف. طب العريس بقى لما يروح، الكلمة بقى العكس اللي تطلع منه للأب، العريس لما يجي لحضرتك كده يتقدم لك وبعدين يا عمي أنا عايزها بشنطة هدومها، يا بذمتك. أمال الخناق في الجهاز على الحلل السيراميك وعلى البازات وعلى النجف، ده الجوازات بتبوظ بسبب مرتبة. بتتفشخر كده في الأول وتخش يعني فارد صدرك وفتحه، أنا عايزها بشنطة هدوم، ده على أي أساس؟ ده بعد الجواز بتتم المعايرة بكل حاجة جابتها العروسة أو ما جابتهاش، سواء من أهله أو يعني منه هو كمان شخصيا. فدي برضو من الحاجات اللطيفة جدا، الكذب الظريف يعني اللي بيتقال في المجتمع المصري. الحاجات اللي عجبتني جدا برضو لما حضرتك بتقابلي واحدة أو واحد بيشتغلوا في مكان نص نص، وبعدين تقولي لها أو تقولي له هو أنت بتشتغل الشغلة دي من إمتى؟ يا عيني يتكسف ويتحرج، معرفش ليه طبعا، ويقول لك لا أصل بص أنا الشغل ده أنا واخده بس كده تستية لحد ما ألاقي وظيفة مرموقة تليق بي. يا ابني يا حبيبي أنت معكش إلا الإعدادية، مرموقة إيه؟ يعني حضرتك أصلا ما كملتش تعليمك حتى، فليه بتتكسف من أي؟ أولا طالما شغل حلال ملوش لازمة بقى نقعد نعمل الحركات دي والتمثيل. يعني تفتكر حضرتك هتشتغل يعني مذرات مثلا؟ عيش عيش وارضى بالشغل ده وتغاضى عن الكلام ده. بصوا احنا معانا حاجات كتير جدا دمها خفيف، زي مثلا البنت التختوخه لما تيجي تسالها هو انت، تقول لك لا انا هخس، هي طبعا هي تختوخه كده احنا بنتكلم وهي في الجامعه وحلوه كده، لكن انت بتسالها السؤال ده من وهي في الاعداديه، وهي من وهي في الاعداديه بتاكل سندوتشات ديناميت، فهي يا عيني انا ما اعرفش ايه فكره الجيم وفكره اللي عايشه فيه، عمر ما حد شافها الا بتقول لك لا انا اخس، والناس خلاص بقى يعني هتقول لها ايه؟ اكيد كلكم عندكم صحبات او قرايب مريتوا معاهم بالموضوع ده. مين عايز يجاوبني؟ ايه مالكم؟ خايفين تقولوا؟ مش هنقول اسمائهم. احنا هنقول مرينا بالتجربه دي. ها قولي قولي، يعني بتضحكي انت. ايه يا جماعه كلكم رشقاء كل اصحابكم جمال؟ عندي واحده صاحبتي يعني تختوخه كده، كل ما نكلمها نقول لها يا بنتي مش ناويه تخسي، مش ناويه مثلا تعملي يعني ديزاين لجسمك كويس، مش عارفه ايه، انا هخس هروح الجيم، وما شاء الله يعني تقولي الكلمتين ولا رايحه تضرب لها اي اكل من اي مكان عادي جدا. طب في حد فيكم متجوز؟ مخطوب؟ انت متجوزه؟ اه. طب جوزك قبل الجواز ما قالكيش بصي كلامي بصراحه، انت دلوقتي بالكمامه هو مش هيعرفك. ما تخافيش. بصي مش هنقوله كمان على ميعاد البرنامج. بصي ما قالكيش هساعدك قبل الجواز وخليكي اسعد واحده في الدنيا؟ قال لك كده. واتجوزتيه وسعيده؟ لا طبعا. تحيه يا جماعه على الصراحه جايه. شفتوا؟
اي راجل يجي يتقدم لك حبيبتي او انت مخطوبه له بقى لسه بادئين علاقه ظريفه كده، انا هخليكي اسعد واحده في الدنيا. قلعي على طول. الكلمه دي هيبقى وراها مصيبه كبيره قوي. وفي ناس الحقيقه يعني انتوا يمكن تعرفوهم او بتشوفوهم على شاشات التلفزيون مروا بالحاجات دي كتيره قوي. طيب مين تاني؟ انا عايزه اخد رايك. من صحباتك تكلميه يقول لك بصي خمس دقايق واكون قدامك، انا على الكوبري اهو. انا بعمل كده. انت اللي بتعملي كده؟ بتقولي لصاحباتك كده؟ اه. وانت بتبقي على السرير ولا ايه؟ بتبقي فين ساعتها؟ لما بتقولي لهم خمس دقايق واكون عندك؟ لا بصي بكون لسه بلبس اصلا وخلاص يا جماعه انا خمس دقايق وابقى عندك. شفتوا؟ كدابه كدب الابل. اسم حضرتك بقى؟ ريما. تحيه لصاحباتها اللي شايفينها دلوقتي. ريما كدابه كبيره قوي. شرطتيني ماشي. طب في يا جماعه صاحبات خلاص او ممكن خطيبك او جوز تيجي مثلا ترني على حد، والله العظيم بص ياه ده انا لو كنت افتكرت مليون جنيه كنت لسه هكلمك حالا. كدب ولا مش فاكرك خالص اصلا، يعني انت مش في الذاكره، واحتمال يكون هاي ناوي يعمل لك بلوك. احتمال. ايه بقى الكدب حصلتش؟ ما قلتيهاش لحد؟ لا حصلت كتير طبعا. انت اللي قلتي. انا اللي قلت واتقالت لي. قلتي لمين بقى؟ قلت لاصحابي ولجوزي طبعا. وانت ناسيه كل حاجه؟ يا ده بص ده انت خدتها من على لساني يا اخي. اه والله فعلا. صح؟ طب ايه كمان؟ انتوا شايفين؟ قولوا لي شويه حاجات تانيه، ايه ممكن يكون كدبات دمها خفيف بتتقال هنا كتير في مصر؟ كلكم صدق؟ مفيش حد بيكذب؟ طب ما شفتوش كده وانتوا قاعدين قعدات تخنق كده؟ ممكن تبقوا قاعدين في كافيه واحد ومراته او خطيبته وانتوا قاعدين كده جنب بعض، تيجي واحده منافقه قوي تقول ياه اما انتوا لايقين على بعض بشكل. شفتوا الحاجات دي طبعا. انتوا سكر وكدب بتاعكوا جميل، يعني اول مره اشوف كدابين امارات كده. فاصل ونواصل، خليكم معايا. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، ورجعنا على موضوع بيهم كل الأمهات. أنا شخصياً كأم أما باجي أصحي ولادي الصبح رافضين يحطوا اللقمة في بقهم. يا بنشرب كوباية اللبن؟ لا ماليش نفس. يا حبيبي طب معلقة كورن فليكس على اللبن؟ لا هرجع في الباص. طب يا حبيبي أي ساندوتش؟ لا ده ممكن يرجع لك الساعة 2 و3 و4 على حسب مدرسته ومواعيد الخروج منها من غير ما يحط اللقمة في بقه. ده دي نوعية أطفال. وفي أطفال تانية وليعوذ بالله ياكلوك ويشفطوك، بس هي حاجة مش كويسة برضو، لأن نوعية الأكل اللي بيتخنهم وتلاقي الأم على طول بتشتكي هو أكل مش صحي خالص، عايشين بقى على البطاطس المقلية والبرجر والفاست فود، فده برضو حاجة مش كويسة. طب قوي جهاز المناعة ازاي؟ طب دايما كانوا بيقولوا لنا زمان إن الجسم السليم في العقل السليم، أو سوري العقل السليم في الجسم السليم. إحنا مش فاهمين حاجة، مش عارفين نعمل إيه ولا إيه. طب أنا برضو مش دكتورة. طب مين اللي هيجاوبنا على ده كله؟ آه لا ده اللي هيجاوبنا على ده كله دكتور محمد صلاح شبيب، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة. ازيك عامل ايه؟ ده انا بيني وبينك بص بقى يا دكتور في الحلقه دي طار، بس قبل ما نبتدي لازم يبقى معانا الفيديو ده ونرجع لحضرتك على طول. هعيد وازيد ومش همل، يا مدام هنيه يا ستي الكل، نوع الحديد لازم طبيب يقول عليه في روشته رسمي، مش كل نوع وكل صنف هيجيب نتيجه، ممكن تلاقي الطفل عنده امساك يوماتي، حديد في جسمه ومش مناسب، همدان ووعكة وأنيميا ثابتة، وده كله ليه؟ حديد مناسب دكتورنا شخص وقال عليه، وفيتامين سي يمتصه صح، الواد يفوق وجسمه يصح ويبقى شاطر ومصحصح. لو عايزة ابنك حلو وفل خدي بالنصيحة يا ستي الكل. دكتور قبل ما نبتدي حوارنا احنا الاول بس عايزين حضرتك تعلق على التقرير.
استخدام الفيتامينات واستخدام الادويه اللي احنا بنعتبرها حاجه اساسيه، هل استخدام الفيتامينات والمقويات بوجه عام هل هي حاجه مهمه؟ ايه رايك؟ انا مش عارف، انا عندي كلام كتير. طب ممكن نسال الجماهير؟ ها، ايه رايك؟ مين عايز يتكلم؟ انت كمان عايز تتكلم؟ انت معاكي المايك. طب انت اتفضلي. يلا اسمك الاول لا. ايه؟ بتول. جميل يا اختي، قولي بقى. لازم ناخد فيتامين ولا لا؟ اه لازم. بتاخدي فيتامين؟ اه طب تاخدي فيتامين ايه؟ حد تاني راي حد تاني بقى. طب نسالها يا دكتور، هي بتاخد ايه؟ واثقه قوي انها ما يمكن مش فيتامين. انت عارفه الفيتامين اللي بتاخديه؟ طيب لا كويس. وانت اي حد كده يقول لك خدي حاجه تاخديها ولا مامي اللي بتديهولك؟ لا ماما اللي بتديهولي. فانت واثقه في مامي بقى. برافو. طيب حد اتفضل. هو ممكن يبقى مهم لو احنا محتاجينه، لكن لو احنا مش محتاجينه مش هيبقى مهم. حلو جدا، حلو جدا، لازم نسقف له. هيطلع دكتور اهو يا دكتور. صح، احنا فعلا مش على الاطلاق ان انا اي وصفه على السوشيال ميديا او وصفه على الفيسبوك او في اي مكان اقول ده الفيتامين دوت كويس وهاخده ويبقى معمم انه لازم كل الناس تاخد نفس الفيتامين. ده كلام غلط. احنا فعلا بنحتاج، احنا لو بناكل اكل صحي طازه تمام 100% مش هنحتاج فيتامينات خالص، لكن الوضع الحالي والوضع الواقعي بيقول لا احنا لازم ناخد فيتامينات، وبنحتاج فيتامينات فيها فيتامين سي والزنك والحديد والبريبيوتيك، كل الفيتامينات بنحتاجها عشان ينمو الطفل نمو طبيعي، ينمو الطفل ما عندوش انيميا، ما عندوش فقر دم، ما عندوش نقص زنك بيوقع شعره ويخليه مش مركز ويخلي في مشكله في اعصابه، كل دوت نتيجه نقص الفيتامينات عشان احنا اكلنا من الاول مش اكل صحي. طب ايوه يا دكتور، بس هي دلوقتي زي ما بيقولوا كده سمه العصر، يعني انا ما اقدرش اجبر ابني في الزمن ده ان انا لازم يا ابني هتشرب اللبن، بقت اللبن دي كلمه نقعد بقى نتحايل نعمله نسكويك نعمله ما اعرفش بالاوريو نعمله، ما هو انا مش قادره اني يعني زمان واحنا عيال صغيرين كنا بنخاف من التبريق، اللبن هيتشرب يعني هيتشرب، النهارده ما اقدرش اعمل كده مع ابني، فلازم اديله تعويض بقى كالسيوم بتاع. طب اعمل ايه؟ طب هو احنا بندي كالسيوم وممكن ندي حديد، ممكن ندي فيتامين سي وزنك، كل ده مناسب وتماما، بس حسب وصف الطبيب بالجرعه المناسبه للحاله المناسبه وحسب احتياجاته وحسب وزنه وحسب عندنا مشكله معينه في صوره الدم بتاعته او في نقص في مخازن الحديد او الى اخره، لكن على الاطلاق ان انا ادي لا. النقطه الثانيه فكره الضغط على الطفل انه ياكل او بالتبريئه او باللسعة او كل الشبشب والشمعة سلاح الشبشب وكده، كل دوت هيخلي الطفل يدخل في مرحله مفرغه من ضعف الشهيه عكس ما الناس متخيله. معقوله يا دكتور؟ امال يقولوا لنا لو سبتيه كده بطنه تقفل؟ ما فيش حاجه اسمها بطنه تقفل، هو في حاجه اسمها احتياجات. انا لو جعان باكل، حضرتك لو جعان هتاكلي. فهو الطفل لازم يكون عنده شهيه، يعني عندنا الطفل ما بياكلش هو الطفل المريض تعبان مرض ما، فهو ده مش هياكل. لكن الطفل اللي مش مريض هو لازم هيكون ياكل، لازم يكون عنده شهيه حتى لو شهيه صغيره. انا ممكن اكل 10 ترغيف، عادي ممكن تاكل ترغيف، هي طبائع. لكن هي الفكره هياكل ايه؟ دي واحد. نمره اتنين، هو احنا مش بنسيبه يجوع، دي نقطه مهمه. احنا بنحس بالجوع ازاي؟ سكرنا بيوطى شويه، لما السكر يوطى بيحصل حاجه اسمها الام الجوع، لما تحصل الام الجوع هبدا اقول انا جعان فعايز اكل. لكن لو الطفل ده بياكل بقى شوكولاتايه على بونبونايه على مش عارف مياه غازيه على على على، خلاص سكره بقى رافع مش هيحس بالوجع. انت لو جعانه وكلت حته بسبوسه بتحس نفسك شبعتي بالظبط. ليه؟ هو نفس الفكره، سكرك عالي خلاص مش حاسس بالجوع. هو نفس الفكره، يبقى لازم انظم مواعيد، اثبت مواعيد اكل، دي مهمه جدا، وما بينهما الاكلات الوجبات الصغيره تبقى ما فيهاش سكريات عاليه. والوجبات الصغيره تعرفها انها تكون نوعين، الوجبات الكبيره بيبقى فيها 4 أو 5 انواع من الاكل الطازج الصحي المتوازن. دكتور هدخل مع حضرتك في موضوع، بس حضرتك فكرتيني في حاجه، وكان ابني لسه 6 شهور كان في وجبه كده كل الستات بدون ذكر اسماء يعني عارفينها او الامهات عارفينها، المفروض ان كل الاطفال البيبيهات بيحبوها، هي حاجه زي البسكوت كده تمام. فطبعا انا لقيت ابني رافضها تماما،
فانا بموت فيها بقى وانا كبيره كده، هو ما ياكلهاش اكلها انا، هو ما ياكلهاش اكلها. فرحت بعد كده للدكتور، فالدكتور وزنه قال لي ابنك خاسس جدا يا مدام. فرجعت وزنك زاد بالظبط، ما انا رجعت البيت متاثره قوي. فمامتي قالت لي في ايه؟ قلت لها اصله وزن الولد، قالت لي ما وزنكيش انت، فقلت لها لا ما وزنيش انا. فبالتالي حته ان الطفل انا كأم اما اسمع من ام تانية ان ابنها بياكل الاكله دي زبادي ولا ببرونه لبن، اي ام بتغير سبحان الله. هي الفكره مش في الغيره، احنا دائما ودي فعلا كلام حضرتك صح جدا، هو فكره المقارنات، وخصوصا مثلا ام عندها توأم عندها اولاد غيرهم. فالمقارنه دي ظالمه تماما. انا طبيعتي في الاكل غير طبيعه حضرتك، غير اخويا، غير اخت حضرتك. بيبي ده بيبي ماشي، ما هو طبائع وممكن يكون في حاجه غلط انت بتعملي. يعني هقول لك على حاجه، هو دلوقتي الباشا ده لو لسه راضع وحبيت تاكلي مش هياكل، هو واكل كشري فمش هياكل ايه؟ لحمه. فهماني؟ هو ده نفس الفكره بالظبط، هو لسه واكل الكشري. ايوه واخد كماله خلاص شبعان فمش هيحس بالجوع، لكن لو جاع ودينا الاكل بشكل لطيف، شكل الطبق حلو، لون الطبق حلو، بابتسامه بلاش التبويزه وبدون ضغط، لان الطفل ممنوع الضغط عليه تمام، حتى لو هو صغير ممنوع نضغط عليه. الكلام دوت يخلي الطفل يبدا ياكل، واللي مش لازم ياكل اللي انت محدداه، يعني اذا ما اكلش ال10 ترغيفه يبقى ما اكلش، لا. هي الفكره احنا عندنا حاجه اسمها تقييم التغذيه او بيسموها نيوتريشنال اسيسمنت. تقييم التغذيه ده يعني طول الباشا قد ايه؟ طب كان طول الشهر اللي فات كام؟ طب وزنه النهارده كام؟ وكان وزنه الشهر اللي فات كام؟ وزاد قد ايه؟ ونشاطه كويس ولا لا؟ طب النمو العضلي والعقل بتاعه بينتبه ولا لا؟ بيعرف باباه ومامته، بيصلب راسه ولا لا؟ كل دي عوامل اسمها تقييم للتغذيه، مش لا ده هو ابن الجيران ده وزنه اكتر منه، لا ما الكلام ده ما بينفعش معايا. طب دكتور، بما ان بقى كل التشخيصات لازم بترجع بقى للطبيب المعالج، في عندنا ناس يعني معينه من اصدقائنا كده، حضرتك هتتفاجئ دلوقتي، بيوجهوا لك اتهامات خطيره. اتهامات مره واحده؟ لا ده في طار النهارده. بس كده احنا ما اتفقناش على الاتهامات والمحاكمات وكده، لا احنا بنحبش السسبنس ده، احنا مش اي حاجه يعني. لازم ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. كده يا فاطين، كده بتتهمني يا فاطين؟ لا حضرتك بص، العلاقه بيننا اتقطعت، وحضرتك انا قاضي الاطفال واوجه لك اتهامات كثيره وعديده ومهمه. يعني كثيره مش 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 اتهام واحد بس؟ لا كتير جدا يا طب بس الصبر كده. ازيك يا حبيبي؟ يخونك يخونك العيش والملح اللي بيننا. ماشي يا فاطين. ازيك يا طنط، اخبار حضرتك ايه؟ انت اخبارك ايه وفين انتك؟ انتك اختي حبيبتي خلاص بتودع. كلتها ولا ايه؟ لا كلتها ايه؟ بص حضرتك يا دكتور، يعني بما انكم يعني كنت سامعكم من شويه بتتكلموا عن الشهيه والاولاد اللي ما بياكلوش وكده، هي بص يعني ما عندهاش هي خالص، يعني ما بتاكلش بقالها فتره وجالها ضعف عام ونايمه على طول كده وهزيله في السرير. طب اكيد ما سمعتش الكلام، ما قلت لها كتبت لها الفيتامينات ما خدتهاش اكيد. بص حضرتك بصراحه بتقول طعمها مش حلو ومش عاجبني وحاجات كده يعني غريبه، بس خلينا بقى يعني من هنا من قلب برنامجنا الجميل نوجه لها تحيه ولها الف سلامه عليكي انتك يا اختي حبيبتي. سلامتك يا انتك، سلامتك يا حبيبتي. نحيي انتك كلنا لو سمحت. يلا يا دكتور، دلوقتي هو فتح موضوع خطير، الولاد معظم الولاد الايام دي معرفش ايه موضوع الشهيه المقفوله دي، وحتى لما بتتفتح بتتفتح على اكل مش صحي خالص. طيب ندي بقى فواتح شهيه، في ناس بتقول كده غلط. هو مفيش دواء اسمه فاتح شهيه، دي اول معلومه. ايه مفيش دواء؟ احنا لما بنقسم الادويه مفيش قسم كده اسمه فاتح شهيه. فواتح الشهيه عباره عن نوعين اللي موجوده في الاسواق، يا اما فيتامينات ودي بتبقى مستحبه ان الدكتور يوصفها ويقول لك ده جرعته قد ايه وهنمشي عليه قد ايه ومحتاجين تحاليل قبليه او لا وهكذا. وفي فيتامينات تبقى عامه بنسميها دايما احنا جرعه الفيتامينات بتبقى نوعين، جرعه اسمها العلاجيه اللي كطفل عنده نقص حديد فبديله حديد، نقص فيتامين د فبديله فيتامين د بجرعات كبيره. وجرعه وقائيه اللي بنحتاجها في الاطفال، في ما بيركزش، طفل بيروح مدرسه، طفل عنده ضعف مناعه، طفل ما بياكلش كويس وهكذا، دي اسمها فيتامينات وقائيه. وجزء تاني من الادويه اللي مكتوب عليها فاتح شهيه بيبقى دواء اصلا مثلا مضاد للاكتئاب ومن اعراضه الجانبيه انه بيحسن الشهيه، طبعا ده مرفوض بالنسبه لنا.
تمام. ايه ده يعني انتك ممكن يكون عندها اكتئاب كده وانا ما اعرفش؟ يا عمي ما تدخلش الامور في بعضها. انا بقول لك طب في اتهام يا دكتور، ده في اتهام، ده انا قطعته عشان اعرف المعلومه المهمه. طب قولي الاتهام. قولي يا بيه الاتهام. هي ده الاتهام الاول. ايوه. جنة من طفله بيقول ليه وانا صغير كل سنه لازم اخد حقنه بتوجع؟ ليه حضرتك التطعيمات ما بتتعملش على شكل فيتامينات؟ طعمها حلو مثلا، ما بتوجعش ولا تورم دراعي. من وانا صغير كل ما تيجي بقى سيره دكتور المكان الحقنه ده بيوجعني على طول. ده اول اتهام يا دكتور، جاوب. ده اتهام خطير جدا. طب في حد يرد عني الاتهام دوت؟ كلهم وجعتهم الحقنه. كلكم موافقين على الاتهام دوت؟ كلكم. كل الجماهير معاك يا اشكركم قلبا وقالبا، اشكركم. التطعيم ده بيبقى عباره عن جزء من الفيروس او جزء من الكبسوله حول الفيروس او الميكروب او فيروس مضاعف او مقتول او النواه بتاعته او الحمض النووي بتاعه، وبيتعمل بتكنيك معين. ولكن لازم يعني معظم التطعيمات بتتاخد عن طريق الحقن، فده مش ذنبي يا فاطين، مش انا اللي مخترع التطعيم. لكن التطعيم ده مهم. مهم جدا. ليه؟ انا لما بدي جزء من الفيروس او الفيروس مقتول او ايا كان الاوبشن الموجود في التطعيم دوت، انا بدي المناعه انه في فيروس دخل، فالجسم يروح مقاوم، يعمل الاجسام المناعيه. بقى عندك يا استاذ فاطين مناعه مثلا من الحصبه، بقى عندك مناعه من الجديري، بقى عندك مناعه من التهاب الكبدي، وهكذا. فبالتالي انا مش باذيك، لكن هو ده المتاح. في تطعيمات عن طريق الفم يا استاذ فاطين برضه، اشمعنى دي ما قلتهاش؟ بس مش بطعم الفراوله يا دكتور. ما هنغير لك طعمها يا استاذ فاطين. طب في اتصال من صديق فاطين تاني؟ ده جايب لنا الشله كلها. اتهام؟ لا طبعا. شكرا يا فاطين. نقول الو. مساء الخير. مساء الخير يا عمو. اهلا مسنو. مين؟ انت مين؟ انا صاحب فاطين. اهلا بيك. انا بشتكي من حاجه مهمه جدا جدا. اتفضل. انا ساعات مش بيكون ليا نفس ان انا اكل خالص، وعادي يعني انا مش جعان. ايه المشكله بقى؟ ليه ماما وبابا لازم يودوني للدكتور ويكتب لي على حاجات وفيتامينات وفواتح صحيه طعمها وحش برضه، مش عاوز اكل وبطني بتوجعني. طيب شكرا. ده الاتهام التاني. في حد برضه موافقين عليه؟ ايه ده صاحبي. يعني اعمل ايه طيب؟ يعني حضرتك جاوب لو سمحت. ما هجاوب. طب بس انا باخد راي الجماهير يا استاذ فاطين. ماشي. حد برضو موافقين على الكلام ده؟ الجماهير والله جايه معاك يا فاطين. مش ممكن البنوته برضو. بتول. ماشي يلا اتفضلي يا فاطين. قولي يا بتول. اتفضلي حبيبتي اتفضلي. انا مش موافقه. مش موافقه؟ انت فاهمه السؤال؟ لا هي مش موافقه. هي مش موافقه على الاتهام ده. هي معايا. لا خلاص كده ممكن اتكلم بقى براحتي. طيب هو زي ما قلنا مفيش حاجه اسمها فاتح شهيه. فاتح الشهيه ده عباره عن فيتامينز. حديثا بقى في فيتامينات بطعم الشوكولاته، بكور الشوكولاته، وزي الجامز او البونبوني. فبقى طعمها احلى. لكن فكره ان احنا رحنا للدكتور عشان الطفل ما بياكلش، فبنعمل بقى اللي انا قلت لحضرتك عليه، تقييم التغذيه. وزنك يا استاذ كام؟ طولك كام؟ النشاط بتاعه والنمو العقلي والعضلي ماشي كويس ولا لا؟ طب انا محتاج اعمل له فحوصات، انا ممكن اعمل له فحص صوره دم كامله، تحليل نسبه الحديد، نسبه الكالسيوم، ممكن اعمل تحليل براز، تحليل بول، حسب الحاله وحسب الوزن وحسب الطفل ده بيجين ويت ولا لا، يعني وزنه بيزيد ولا لا. فابدا اجمع المعلومات واقول له انت عندك مشكله في الحديد، انت عندك مشكله في كذا، فابدا ادي الفيتامينات. ودلوقتي بقى في فيتامينات طعمها كويس وما بتعملش امساك وما بتعملش ايه مشاكل في الجهاز الهضمي يا استاذ فاطين. فده الاتهام الثاني، اعتقد انا بريء منه يعني. طب في اتهام ثالث يا استاذ فاطين. ده مهم جدا يا طنط لول. اتفضل. الاتهام ده بيقول من احد الاصدقاء ان الدكتور بيحرمه من كل حاجه، من البطاطس المقرمشه اللي بطعم الحاجات الحلوه واللي بيحبها، والحلويات، وكل الاكل اللي بيحبه وبيشتريه من بره ممنوع عليه، وكمان ممنوع انه يسهر على التابلت، وان هو عاوز بقى يتبسط ويعيش حياته، وكل حاجه ممنوع ممنوع ممنوع. يعمل ايه بقى؟ ها جاوب حضرتك. لا انا كده مش هجاوب برضه، هخلي الجماهير تجاوب. موافقين؟ بتقول برضو؟ بص اهو. انت موافقه؟ صدقتي بتقول. قول يا ماما. اختفيتي. انا نفسي اعمل كده بس. ايوه مش عايزه اعمل كده. برافو. مش عارفه ان الحاجات دي مضره. انا اتصدمت. مش هينفع ناكلها او نشربها. برافو عليكي.
هي بتحبها وعاوزة تاكلها، بس هي عارفة انها مضرة فبعدت عنها. شفت يا استاذ فاطين، شفت الاتهام اللي انت بتتهمني بيه؟ ده اتهام باطل. باطل باطل. احنا بنقول ان احنا بناكل لما بسكرنا بيوضب. اه هايبرة بقى. بالظبط. هتعمل حساسية بجميع انواعها. والله. التركيز بتاع الطفل يقل جدا. ضيفي عليه الباشا عايز يقعد على الموبايل او على التابلت فترات طويلة، واحنا عندنا حاجة اسمها سكرين تايم. سكرين تايم دي يعني وقت الشاشة، وقت اللي بيحتاجه الطفل ده كل سن، ودي منظمة الأطفال الأمريكية قالت الكلام دوت. كل سن يا أستاذ فاطين لفترة معينة ومقسمة. ومش قبل سن 3 سنوات. يعني قبل 3 سنوات مفيش، بعد 3 سنوات بيبقى تدريجيا بتزداد لغاية سن البلوغ، لغاية سن مثلا 14 سنة. بعد كده نبدأ بالاتفاق بقى، ما ده سن كبير ما ينفعش معاه الأوامر، لكن السن الصغير ده ممكن إيه نقدر نقول إحنا معادنا ساعة في اليوم، ساعة ونص في اليوم، ساعتين في اليوم، مقسمة واحدة واحدة كده تمشي الدنيا بشكل طبيعي. يبقى أكل صحي ومتوازن. لو هناكل حاجة حلوة، وشوف أنا طيب جدا أهو يا أستاذ فاطين. أيوه طيب. لو هناكل حاجة بقى في البيت معمولة، معمولة في البيت وبالنهار ومش كمية كبيرة. بقلاوة مثلا. خلاص يا فاطين اسمع وأنت ساكت عشان نعرف نستفيد، وأنا عندي اتهام برضو خطير أهو. في اتهام تاني؟ لا ده من صديقة أنا كده للبرنامج. هاخد تأبيدة. إيه ده اتهام خطير أكيد. ده اتهام رابع. اتفضلي يا طارق. بص يا دكتور بقى. اتفضلي. وأنا ولادي أنا ممكن حتى أبرش بيقولوا لي نفس الكلام. بيقولوا ان احنا لما بنسخن بنسمعك بتكلمي الدكتور، والدكتور بيقول اعملي كمادات، والكمادات دي كل الولاد بتتغاظ منها وبيبقوا متضايقين وهي محطوطه على راسهم، والميه ممكن تنقط، ومش عارفين يتفرجوا على التلفزيون ولا يلعبوا بالتابلت. خدنا كده من وقتهم كتير. طب حضرتك ترد بايه بقى؟ اتفضل حضرتك. انت مقتنعه بالاتهام ده؟ والله انا افضل مدي البوسه، يعني انا بالنسبه لي الكمادات اهون. والله والجماهير بتقول بتقول اكيد جايه معاك يا دكتور بتقول دي. ايه رايك؟ اكيد. لا والله والله اول مره اشوفها بجد. ايه يا بتقول يعني بعد الشر عليكي لما بتتعبي مامي بتعملي الكمادات؟ لا ماما بتديني البوس. ايه لا بتدي البوس على طول. ده مامي بتستسهل قوي. خطوه يعني اتهام. هي برضو هي جايه معايا برضو الى الان يعني. طيب احنا عايزين نقول انه الكمادات هي ممكن يبقى فيها شيء من الصح، ان احنا الحراره هي يعني ايه حراره؟ يعني الجسم بيدافع عن نفسه، بيطلع طاقه اللي هي الحراره، والحراره مش بالخطوره ولا الخوف ولا الفزع الشنيع اللي احنا بنخاف منه دوت. هي انا دايما بنسميها اتس ا فريند، صديق. ليه؟ هي بتعرفني ان في مشكله، معناها ان في مناعه. انا ببدا انا لما بيرتفع درجه حراره الطفل هي بتهاجم الفيروس او الميكروب فبتموت جزء منه. فكره ان انا انزل الحراره في كذا خطا. اول خطا ان انا ما عملناش ميه ساعه، يبقى انت غلطت مش انا كطبيب. ميه عاديه، ميه فتره. ولو في الساعه ممكن نبقى لو في جو بارد ممكن ندفيها. مش اخده بقى وارميه تحت الدش. لا الشوك يعمل شوك او صدمه للطفل، ده مش صح. يبقى ميه فاتره بدرجه حراره الجو على اماكن معينه، على الرقبه وتحت الابط. وايه الخل ده؟ ساعات بحطه. مفيش خل، مفيش كحول، مفيش كل ده كلام مش صحيح. احنا بنعمل الكمادات على الرقبه، تحت الابط، بين الفخذين، الاماكن اللي فيها اورده او شرايين كبيره يا استاذ فاطين، فبالتالي بتنزل الحراره بسرعه. فكده انا الاتهام لطيف. انا بقول لك ان اعمل كمادات بس مش بميه ساقعه قوي وفي الاماكن ديت، وممكن لو حراره بتزيد ادي دش للطفل لمده 10 دقائق. دكتور عندنا طوارئ. الطوارئ لما الطفل يبلع بقى حاجه من حاجات الكبار وممكن تبقى طعمها حلو شويه، اعمل ايه؟ ايوه فاطين. اعمل فاطين بيبلع على طول ولا اي دواء قدامه؟ اي دواء قدامه بياخد وخلاص بدون اي يعني. احيانا بحس بارق، اروح واخد حبايه كده تروقني مثلا. لا والله. صداع مثلا كده. انت عندك 5 سنين على فكره. مش عارفه انا شاكه فيك. لا 6. ماشي خلي السنه دي عندنا. احنا بنقول انه دايما خطوره الادويه في البيت، كل الادويه بما فيها الفيتامينات، لازم الادويه تبقى بعيد عن الطفل، ونسميها احنا ان ريتشابل، يعني ما اعرفش اوصل لها، يعني ما يحطش كرسي ويطلع يجيبها، يبقى بعيده خالص. الادويه الخطر ولازم لا تعرض للشمس، وما يكونش في مكان حار، ما يكونش جنبي مثلا في المطبخ مثلا. نقطه، حصل انه الطفل خد برشام ضغط او برشام سكر او حاجات، ده طوارئ. طب انا كأم اعمل ايه في البيت؟ اول حاجه لو هو دواء خطر، وخصوصا الادويه زي دواء السكر، دواء منظم ضربات القلب، ضغط،
كل الأدوية دي خطرة. فأنا الأم أول حاجة تعملها بعد ما تتواصل مع أقرب طوارئ تشرب مية، مية بملح، لبن بقى ولا الكلام ده، مية مية بس لغاية ما يرجع. لأن هو لو الطفل رجع فهو ده قضى على معظم الإيه المادة السامة في جسمه. ولذلك نخلي بالنا إنه في الفيتامينات الجديدة اللي طالعة طعمها حلو، فالجرعة الكبيرة من الحديد والجرعة الكبيرة من الكالسيوم ليها أضرار برضو، فيبقى نخلي بالنا. واحد، طب لو حاجة سايلة الطفل شرب شوية مثلا تينر جاز، بيحصل وبنشوفه كل يوم كلور والحاجات، يا نهار أبيض، هل نعمل نفس القصة ونخليه يشرب مية لغاية ما يرجع؟ إيه رأي الجمعية؟ في ناس قالت شربوا لبن ساقع والحاجات دي. ماشي، ده رأي حضرتك، رأي الجمعية، هتقولي حاجة؟ مش هتقول. طيب بتقول ما نشربش حاجة ليه بقى؟ الحاجات المتطايرة، الحاجات اللي ليها رائحة نفاذة ومتطايرة دي لو رجع الطفل ده بيخش في التهاب رئوي على طول. ليه؟ لأن حاجة متطايرة بتوصل للرئتين تعمل التهاب رئوي. فإذا حاجات متطايرة لا، نروح لأقرب طوارئ عشان يبدأ يتعامل الطبيب معاه. دكتور الاول بشكرك جدا 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 يا استاذ فاطمه، تشكري على الاتهامات. انا بس قبل ما حضرتك تشكري، لا هو كده الدكتور خلاص بقى يعني بريء اهو، انا عايز ابرئه. طب بره الحكم في النهايه، احب اقول ان احنا بنسقط جميع التهم عن دكتور محمد صلاح شبيب، لانه قال كل حاجه مفيده وبيخاف على صحه الاطفال. وتحيه كبيره لدكتور محمد. وانا بقى حابه اقول لك من منبري هذا، يعني انت بقى انت اللي متهم واحنا هنحبسك انت بجد. والدكتور طلع بريء. بشكرك بشكرك وهحبسك، وبشكر دكتور محمد صلاح، وبشكركم على استمتاعكم بالفقره الجميله دي. اوعوا تروحوا في اي حته، لسه فقراتنا كتير كتير، استنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل، بس رجعنا على ايه بقى؟ رجعت على معلقتين فول وبيضه مسلوقه وشويه خس كده صغيرين. طب ازاي يا جماعه؟ احنا مناسبتنا كلها بنحتفل بيها عن طريق الاكل. قال لك عيد الفطر لازم هتاكل الكحك، طب عيد الاضحى هتدب اللحمه. طب مناسبات بقى شم النسيم والحاجات الجميله دي، لا ده الفسيخ والرنجه بقى. طب معقوله يا جماعه واحده زيي او حتى امثالي كتير، احنا برضو بتوع الكلام ده. ففي دكتوره ناس وصفوها قالوا بصوا بقى دي سرها باتع. مالها الدكتوره دي يا جماعه؟ قالت انا هخسسك من غير ما احرمك. طبعا مفيش حد يتمنى حاجه اكتر من كده، ازاي مش هتحرميني ومش هتعيشيني على دايت زي ما بقيه الدكاتره بيقولوا؟ طب تعالوا بقى نشوف الدكتوره دي ايه قصتها بالظبط. اول حاجه هي دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا. طب وإيه كمان؟ وصاحبة مبادرة أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء، وأول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر. لا مش بس كده، ومؤلفة كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على نمو الجسم. كل ده مع الدكتورة دعاء سهيل. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله منورانا. يا رب يخليك، انا بحب الحلقه بتاعتك قوي. يا رب يخليك. ما بتحرمينيش من حاجه. لا هو اصلي علم التغذيه علم مدارس، ليه نشتغل على مدرسه الكميات النوعيات وليس الكميات؟ ما انا ممكن اكل كل حاجه واي حاجه ولكن بنسب قليله معتدله. حلو قوي. مش كل الاكل بيتخن. فعلا؟ اه. طب والنبي قوليها كمان مره. مش كل الاكل بيتخن. طيب دكتوره، ايه موضوع هي يعني العادات الغذائية الخاطئة هي اللي بتزود الوزن، صح ولا لا؟ خلينا نتكلم ان في يعني العديد من الكلام، المحشي بيتخن، الكشري بيتخن، المش لا هاكل. هو مش كده، مش على المطلق. بنسب قليلة معتدلة. اذا انا نظمت مواعيد اكل، فطرت بدري، اتغديت بدري، اتعشيت بدري، كلت في الثلاث وجبات كل حاجه واي حاجه ولكن بنسب قليله معتدله، مش هيزيد وزن. اكلت صباعين ثلاثه محشي ومعاهم قطعه البروتين ومعاهم طبق الشوربه وطبق السلطه، خلاص
ايه اللي هيزود وزنك؟ يزود وزنك لما تاكل غلط وفي الوقت الغلط. اذا اكلنا مثلا حاجه بسيطه قلت لك انا طول النهار مش جعانه بس هاكل بالليل جاتو وهشرب مياه غازيه، زاد وزنك، اكلت في الوقت الغلط. لكن ممكن اكل ده في الساعات النهاريه، ايوه ممكن اكل ده وما يزيدش وزني وبنسبه قليله. يا جماعه اللي بياكل قطعه كبيره زي اللي اكل قطعه صغيره، خلينا نبعد عن المياه الغازيه لان ليها اضرار كتيره جدا بعيدا عن انها بتزود الوزن، فلها العديد والعديد من يعني الاضرار والعديد سبقوني في التحدث عن تلك الاضرار. خلينا نتكلم ان انا ليه بقول نفطر بدري، ليه بقول نتغدى بدري، نتعشى بدري. ربنا خلق لنا الغدة اللي بتحرق سعراتنا أو اللي بتفرز الهرمون القادر على حرق سعراتنا، الغدة الدرقية. طب ربنا خلقها لنا بتفرز الهرمون اللي بيحرق سعراتنا في الساعات النهارية وليست الليلية. فإذا أكلنا بالنهار في الساعات النهارية مش هيزيد الوزن. الناس اللي بتطول النهار أنا مش باكل بجوع بالليل وأكل أخر، أكلتها في الوقت الغلط، أكلتها في الوقت اللي توقفت فيه الغدة الدرقية عن إفراز الهرمون اللي بيحرق سعرات. إيه ده السكريات ما ممكن مش في المطلق. كمان بيضة مسلوقة ومعلقتين فول ومش عارفة إيه، ده يضايقك ويضايقني ويضايق شريحة كبيرة. ما أقدرش أفضل ولكن عليه. ولكن مش بيضايق كل الناس، أنا بالنسبة لي مرضي ليا جدا. حضرتك ممكن تعملي كل يوم؟ جدا، لان انا مش من اصحاب الشهيه العاليه. ولكن عندي مشكله في عمليه الايض، عمليه الحرق، ما بحرقش كويس. يعني الكميات دي شبعتني بس انا ما قدرتش احرقها. ده على سبيل المثال يعني مش كل الناس شهيه عاليه. كل الدراسات بتقول ان 70% من يعانوا من زياده الوزن شهيه عاليه. ما انا بقى كنت راح اسال حضرتك السؤال ده، حضرتك ذكرتي كده ان اكثر من 70% طبعًا عندهم شهيه مفرطه، شهيه عاليه وبيحبوا الاكل. حضرتك تتعاملي معاهم ازاي برضه؟ ده ليه طريقه في التعامل. ولما نيجي نتكلم عن حد عنده او متضرر في عمليه الايض فده حل تاني خالص. الاعشاب اللي ان انا ارشحها للمريض ده غير ده. وعفوا لو بقول مريض محدش يضايق مني لان السمنه مرض ومسببه ل 44 مرض طبعا. فمفيش كلام معمم للجميع ومفيش يعني طريقه واحده تتناسب مع سين صاد عين، لا لا لا. هو كل حاله صحيه لها وفئه عمريه ولها كيفيه التعامل معها. والا ما كانش يكون عندي 33 كورس داخل الشركه طبعا للاعمار المختلفه والحالات الصحيه المختلفه وطبعا الاسباب اللي دفعت دعاء غير نونيا غير، انت فاهماني؟ طب ما هو عشان كده بقى معانا حالات عديدة شفنا فيها يعني بصي بقى العجب. لازم نوري السادة المشاهدين ما شاء الله. يعني أول حالة إيمان محمود، اتفضلي. ازيك يا إيمان؟ الحمد لله تمام. أعرف منك كل حاجة دلوقتي. يا أمورة أنت خاسة قد إيه كده؟ لحد دلوقتي 24 كيلو. ما شاء الله. كان وزنك كام اصلا؟ انا كنت 84 بالظبط. 84 وانت مش طويله. طب قولي لي 156 طول. 156. رحتي للدكتوره بقى ازاي او يعني اتواصلتي ازاي؟ اولا يعني دكتوره دعاء ما شاء الله يعني مشهوره جدا وبتيجي على قنوات كتيره قوي على التلفزيون. انا كذا مره بتفرج عليها فبقول لا لا لا، لحد ما هي في مره كده اتكلمت في نقطه معينه. ايوه ايه هي النقطه بقى؟ النقطه المعينه اللي اتكلمت فيها ان فعلا انا كنت حاسه بيها يعني لما اتكلمت بقى وقالت ان فيما بعد بقى السمنه دي هتبقى سبب لضغط لسكر لبلاوي سوداء. ولقيت نفسي ان انا يعني 25 سنه وبطلع السلم بنهج، يعني لقيت نفسي ان انا كان في ست كبيره جدا في العمر يعني عني لقيتها بتطلع السلم ما شاء الله وانا بطلع بنهج. فبصيت لنفسي قلت ايه ده، طب ايه يعني ده 25 سنه ودي ما شاء الله يعني طب وبعدين. فلقيت الموضوع عمال بيزيد قوي. فبصراحه بقى لا يعني اتواصلت على طول، خدت الرقم واتصلت بدكتوره جوليا وتابعت معاها بقى. اول اسبوع يعني اول ما اخدت الكورس كنت طبعا بلقلق يعني اللي هو ازاي هاكل كل حاجه وهخس يعني. ففضلت متابعه اول اسبوع لقيت نفسي يعني كم زين مش بنزل كويس لكن كشكل جسم لا في اختلاف فظيع. بدا في لبس ما كنتش بعرف البسه طبعا. لا بدا يتلبس وبقى مظبوط. فلقيت نفسي لا يعني بنزل بقى ففرحت بقى فكملت بقى مع دكتوره جوليا. اخدت الكورس شهرين وتالت شهر يعني تثبيت ما شاء الله. طيب تعقيب حضرتك هنيجي نقول ايه اللي خلى ايمان يزيد وزنها. هي مدمزيل وبعد كده اتجوزت، ايه ده وبعدين حمل مره واتنين، فمرتين خلاها اكتسبت
20% من وزنها تقريبا. لان اي حد ليه كل الستات بيزيد وزنها في اثناء الحمل؟ طبعا 20% ده بيبقى الجنين مثلا 3 كيلو جرام و3 من 10. اما نيجي نتكلم في السائل الذي يحيط بالجنين فده وزن. اما نيجي نتكلم في كميه الدم المحتبس ده وزن. كل ده بيزود الوزن. في طريقه للتغذيه بتكون غلط للامهات او الحوامل اللي هم المفروض منتظرين انهم يولدوا. طيب بتيجي تضايق، انا اكتسبت 20% من وزني ده اثناء الحمل، طيب هل المفروض ان انا اسكت؟ لا، لازم اكون يعني ذكيه وابتدي بسرعه افقد وزني، لان من بعد 6 شهور تقدري تفقدي وزن. لو فضلتي سنه وسكتي السنه اللي بعدها هتزيدي، الدهون بتتراكم طبعا وتتماسك. الدهون في بدايه اكتسابها بتبقى دهون سهله احاديه وثنائيه. لما انت تتركيها بتبقى موجوده داخل الجسم ذات الامد الطويل، ذات العمر الطويل، بتبتدي تترابط وتتماسك وتبقى دهون ثلاثيه. في الطريقه دي هل صعب فقدانها؟ ايوه صعب، ولكن احنا بالنسبه لنا بنقدر نرشع ولكن انت في غنى عن تلك المخاطر دي. المفروض ان انا اول ما ازيد وزني وبعد الوضع، في ناس تقول لك لا دي بترضع، لا تاكل كويس، غلط. من برضو من المقولات الخاطئه. المفروض ان اللي بيزود اللبن في ثدي المراه اللي بترضع هي السوائل وليست الاكل ابدا. وكمان في حاجه احنا لازم نراعيها، الناس هتقول لي ايه طب انا ببقى جعانه جدا. الست اللي بترضع اللي مش ظابطه مواعيد نومها او معاش حد يساعدها او ما بتاخدش القسط الكافي من النوم، ده اللي بيخليها تاكل كتير نظرا لارتفاع هرمون الجوع داخل الجسم. وبالتالي الهرمون ده بيفتح الشهيه، هرمون الليبتين ده هرمون ده هرمون الجوع، فبتاكل ففي اشاره المخ بعتها يعني مش عارف يفسرها، فايه ده انا زهقان عايز اكل ولا جعان عايز اكل؟ في النهايه الام بتاكل فبيزيد وزنها. احنا بنشكرك ونشكر ايمان، اتفضلي. جميل، خس 28 كيلو ما شاء الله. معانا ايمان كمان مره. ايمان ايهاب، الحلاوه دي انا شايفاكم كلكم بقى بنانيت والله. انا لما بشوفكم كده ما بتخيلش ان انتوا اصلا كان وزنكم اكتر من كده. ما هو هي دي بقى بتبقى المشكله، ان احنا صغيرين بيبان ان احنا شكلنا كبير بسبب التخن. فليه يعني نعمل في نفسنا كده واحنا صغيرين؟ عرفتي بقى ازاي الدكتوره دعاء وجالك الحماس ده؟ احكي لي تجربتك. لا ده انا هفاجئك، ده صاحبه ايمان. انا صاحبه برضه. غيرتي منها طبعا، عارفه انا الصحاب مع بعض. لا وجارتها كمان، يعني لما خست انا كنت بشوفها مثلا يعني في العماره وكده، كنت بقول لها ايه ده انت بتعملي ايه؟ فقالت لي انا باخد كورس دكتوره دعاء سهيل، وقلت لها بجد ده كورس يعني ممتاز جدا. فطبعا لما شفتها قدامي حبيت ان انا ابقى يعني كويسه زيها. لما بتشوفي صورك دي بتقولي دي انا؟ لا طبعا. لا كنت فعلا مليانه جدا وكان شكلي اكبر. كم كيلو؟ كنت 91. 91 كيلو. دلوقتي انت كام؟ دلوقتي انا 73. ما شاء الله كده. كم كيلو يا دكتور؟ 18 كيلو. يعني 18 كيلو. طب في قد ايه؟ في شهرين. في شهرين بس التزمتي باللي الدكتوره بتقوله؟ صح ولا لا؟ واحلى حاجه هي رجيمها دلع يعني. ما تحرمناش اهو، مفيش دايت اصلا يعني. انا كنت أيوة. باكل كل حاجه، ويعني محشي، كل الحاجات اللي الدكتور قالت عليها. الله. يعني الله. كل حاجه انا جعانه باين يعني بجد. ما كنت الدكتور دعاء ما جاتش فعلا حرمانه من اي حاجه. ما عشان كده انا في البدايه قلت انا مش هحرمك بس هخسسك. دي مقوله حلوه جدا. طيب احكي لي، انت مرتبطه؟ انا متجوزه. لا فعلا؟ وايمان بقى ام الطفلين ما شاء الله. ما شاء الله. طب جوزك بقى بعد ما شاف الخسسان ده ايه بقى يعني؟ لا طبعا كل الناس فرحت بيا جدا. انا عايزه اقول لحضرتك ان اصحابي طلبوا الكورس، ويعني انا قلدت ايمان عشان بقت حاجه كويسه. صحابي برضو قلدوني عشان شافوني. فكلنا بنشجع بعض دايما للاحسن. كويس ان انتوا بتشجعوا بعض وبتتنافسوا في حاجه كويسه فيها صحه. المبادرات بتاعتي خلتني لمست فعلا ان احنا كمجتمع مصري عندنا وعي بمدى خطوره السمنه. وفعلا يعني ابتدينا بقينا كده فعلا يا دكتوره. فانهم يقول لا انا مش هفضل كده، وازاي يزيد وزني وتبقى حريصه انها تكون صغيره. 25 تقريبا. لا 21. كام؟ 21. وايمان 25. وان انا اكون عندي الوعي الكافي طبعا. لا ده انا ممكن اكون عرضه لتبعيات ما بعد السمنه. صح. لا انا جارتي خسيت، طب انا ما فيش مشكله ان انا اسالها. جميل ان احنا نقلد بعض فيما ينفعنا ولا يضرنا. صح. وعايزه اقول لحضرتك على حاجه افتكرتها يا دكتور. حتى كنا زمان بنسمع في الفلاحين وفي الصعيد
كل ما البت يعني يقول لك جرمه كده وحلمه وطول بعرض هي دي يعني تبقى وحش. انما دلوقتي بيشجعوا قوي بناتهم وشبابهم على الخساتين علشان حضرتك اكيد شفتي الكلام طبعا ده. عشان احنا خلاص بقينا عارفين وعلى وعي كافي من مدى خطوره السمنه. مريض السمنه النهارده اذا كان يعاني من زياده وزن بس فغدا لا يامن غدر السمنه، لان مريض السمنه هو ارض خصبه لتبعيات ما بعد السمنه. خد بالك ان السمنه ناقوس خطر يدق في عالمنا فعلا. النهارده انت تعاني من زياده وزن، غدا انت عرضه لضغط مرتفع، زياده وزن انت عرضه لالام في العظام، زياده وزن انت سكر درجه ثانيه، زياده وزن يمكن الدراسات الحديثه قالت ان احدى اسباب الكانسر هي كمان زياده الوزن. فخدوا بالكم يعني انت في غنى عن كل ده. كمان البنات الصغيره اللي قبل ما تتجوز انت ممكن لا قدر الله تحرمي نفسك تكوني ام، لان في تكيس على المبيض ناتج عن زياده وزن او وجود خلايا دهنيه في المنطقه دي. فاحنا لازم يكون عندنا وعي، لازم يكون عندنا وعي بمدى خطوره السمنه. ما شاء الله حياتهم اتغيرت ان هم بفقدانهم للوزن. وبعدين انا مش بعمل دايت لكل حالاتي، انا مش بحط مريضي تحت هيدك. ايه اللي بيخلي الناس تهرب وتجري وما تتبعش نظام دايت؟ علشان بيحرمها من اللي بتحبه. خلينا نتفق ان احنا شعوب محبه للاكل، طبعا محبه للاكل، عندنا الحب والحنيه اكل، عزمك على غدا على عشاء مش احنا بنتقارب ونتفاعل ونتلاقى بالاكل. فلازم ناكل بطريقه يعني تفيدنا مش تضرنا. كل كل حاجه واي حاجه ولكن بنسب قليله معتدله. طبعًا. انا مرضيه لما بيفقدوا 8 كيلو 10 كيلو 20 كيلو لا وفي 60 و70 كيلو كمان ما شاء الله. بيفقدوا وزن من غير دايت، من غير حميه غذائيه، مدرسه الكميات وليس النوعيات. ما بحرمهمش خالص. احنا بنشكرك يا ايمان جدا. نشكر ايمان. انا كمان بشكرك يا ايمان. ومعانا محمد السيد النداء الاخير لانه جاي من وادي جديد. النداء الاخير استاذ محمد السيد، قول والله العظيم هقول الحق. والله العظيم هقول الحق. هتقول؟ هو قال لك والله العظيم هقول الحق على طول. خسيت قد ايه؟ 55 كيلو. وفي وقت قد ايه؟ 6 شهور. كم؟ في 6 شهور. في 6 شهور 55 كيلو؟ لا. يعني انت كان وزنك كام بقى الاول؟ انا كان وزني 145 ودلوقتي 90. اه انا اصحابي الصوره اهو. لا 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 مش عايزه اقول كرش ده غير دليل. لا خلاص لازم تقر وتعترف الكرش ده راح فين. اه شفت بقى الدكتوره. اه كله بفضل الدكتوره. مفيش رياضه يا ربنا يكرمك. مفيش رياضه؟ لا لا فعلا ولا يعني الكرش نزل بالدايت. بالدايت مش هو مش نظام دايت. هو مش دايت. هو مش دايت. اكتر اكله كنت بتحبها ايه؟ انا كل الاكل كنت بحبه ما شاء الله. دايس في كل حاجه. بيقول لك احنا شعوب محبه للاكل. ده كمان عشان خاطر انا في الوادي، ده عندنا البلح طبعا في الوادي الجديد. في الوادي الجديد ودايس في البلح برضه. ما اقولكيش مش كنت جبت لنا اي حاجه معاك؟ ما معانا الدكتوره يعني تقول لنا ناكل ايه كام واحده برضه. محب للاكل وهو بيحب. هو كان بياكل بلح كتير جدا لانه هو من الوادي الجديد يعني اهالينا في الوادي الجديد. انا بحب يعني مشهورين بالبلح وزراعه. أيوه. البلح وتصنيع البلح بقى بكل اشكاله وبعد كده. فده اللي بيخلي وزنهم يزيد. وطبعا ده انا لسه قايله ان البلح هي من لسه حالا يعني من الحاجات اللي ممكن مره في الاسبوع. هو يوميا ومحب للاكل وبيخرج كتير مع اصحابه وقال كمان ان والدته في البيت بتطبخ كويس. فده بيخلي ال 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 المعده تكبر. فمع مرور الوقت انت هنا ما تقولش هنا بعمل دايت هيعمله ازاي؟ مش عارف. لا هو محب للاكل. فانت اخترت الدكتوره دعاء مخصوص عشان عارف انك هتاكل كل حاجه. المساله ان اسهل حاجه هتخس مع الدكتوره دعاء. اه يعني بصراحه يعني انا كنت في الاول يعني ما كنتش متوقع ان انا هيحصل معايا الكلام ده. كنت بشوف على اول حاجه على التلفزيون الحاجات دي يعني بصراحه الحاجات دي صح تخيل مش معقول. انا لان انا اصلا وزني من ده عيب كلام فاضي. لا ازاي في الاول كنت في الاول لما دخلت يعني دخلت في الموضوع ولقيت نفسي بنزل. ده احنا عندنا في الوادي بقيت يعني العدد زاد بكميه كبيره خالص عندنا في الوادي. يعني كنت نظام تجربه بالنسبه لهم والله. ما شاء الله اكتر من 1000 حاله معايا ما شاء الله من الوادي الجديد تحت. وكلهم كانوا بيحبوا البلح. كلهم بيحبوا اي حاجه. والدكتوره دعاء يعني ايه قالت لك كم بلحيه في اليوم؟ دخل كبير في طريقه الغذاء بتاعنا. عوامل التنشئه اذا انا محيط ودايرتي اللي انا بنشا فيها وبتربى فيها سبحان الله فيها هعمل ايه؟ فهطلع دي طريقه تنشئه. هل ده معناه انه ما يفقدش وزن؟ لا سهل جدا. الموضوع مش سهل. انت اعرف الاسباب التي دفعت بمريضك لزياده الوزن وامسك سبب حله. يعني هنا شهيه عاليه يبقى انا عرفت
انا هنا اشوفه لازم اديله 5 ملي جرام من البسيليوم، ايه ده ممكن يكون بياكل بالليل، يبقى اجري بسرعه اديله 60% من الجارسينيا، ودي النسبه المصرح بيها دوليا، وكمان ده بيمنع، ده خلاصه الاتش سي اي اللي بيهاجم انزيم الياس داخل الجسم وبيمنع تكوين خلايا دهنيه جديده. طيب كده بس؟ اه طب انا كمان مريضي محب للاكل، يبقى لازم ياكل كل حاجه واي حاجه لكن بنسب قليله معتدله، ما يبقاش قاعد قدام الاكل بيحبه واقول له ممنوع، الممنوع مرغوب، واذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. صح. وده الطريقه اللي لقيتها نجحت جدا في المجتمع المصري، وده انا من 8-9 سنوات يعني الحمد لله اولى مؤسسي فكره تخصيص اونلاين في مصر. دكتورة دعاء كلامك جميل والله العظيم من قلبي، انا ما عايزه انهي الفقره ولا اختم. الكلام جاي على هوايا والاكل شم ريحته وجعت. بعدين ايه الميزه زي ما قالت لكم انا ما بحرمش خلاص، بس هخسسك يعني هخسسك. بشكرك محمد جدا وبتمنى لك كل التوفيق والخسسان الزائد كمان. بشكرك دكتورة دعاء على كلامك الجميل ومعلوماتك المهمة وبتدينا قد ايه طاقة ايجابية في كلامك ده. مشاهدينا بكده تكون فقرتنا انتهت وحلقتنا خلصت، لكن قبل ما اقول لكم باي باي او السلام عليكم زي ما عودناكم، معانا تقرير. الحقيقة نظمت شركة أدوية الحكمة مؤتمر لطرح أحدث علاجات للعظام والروماتيزم، تعالوا نشوف التقرير وسلام عليكم. معظم التفكير في العالم والأبحاث دلوقتي اكتشاف كل ما هو جديد في علاج هذا الموضوع. خشونة مفصل الركبة الحقيقة بتبقى حاجة من اتنين، يا إما مفيش سبب واضح أو في سبب واضح. سبب واضح بمعنى إن يكون في اعوجاج في الركبتين. لو بنلاحظ حضراتك إن إحنا أحياناً كتيرة بنشوف اعوجاج للخارج أو اعوجاج للداخل في الركبة، بيبقى نتيجة عيب خلقي، نتيجة إصابة، نتيجة كسور، نتيجة حاجات كتيرة. النصائح الطبية اللي بنديها للمريض يعني إيه؟ يتجنب القرفصة، يتجنب التربيع، يتجنب زيادة الوزن، يلبس أحذية مناسبة، يلبس ملابس مناسبة، ما يفرطش في القرفصة والتربيع، ما يقعدش على حاجات واطية، الحاجات دي كلها دي بتساعد. إذا كان عنده تشوهات في الساق أو في الجسم بيعالجها، يلبس أحذية مناسبة، دي كلها من حاجات بنسميها الفارماكولوجي، ينام كويس، يتغذى كويس، الحاجات دي كلها بتساعد في زيادة المناعة الجسم. فإحنا بندور على علاج ما يكونش له آثار جانبية على المريض نفسه، يعني مش هنصلح حاجة ونبوظ حاجة. فده بيبقى نهضة في الأدوية إنها بتتفنن إنها تطلع لنا أدوية ذات مفعول قوي وفي نفس الوقت ما يكونش لها مضاعفات جانبية أو أقل مضاعفات جانبية. أمراض روماتيزمية الحقيقة يعني متنوعة جدا، فوق 100 مرض. يمكن أشهر الأمراض الروماتيزمية على الإطلاق هي طبعا الروماتيزم العظمي الغضروفي اللي بيجي في العمود الفقري وبيجي في الركب، الناس بتسميه مجازا خشونة. لكن كمان من أشهر الأمراض الروماتيزمية الثانية هي روماتويد المفصلي. في عيانين يجوا يقولي لي عندي روماتيزم، يعني إيه روماتيزم؟ يندرج تحته أكتر من 200 مرض نتيجة خلل في الجهاز العصبي الحركي الهيكلي، فبيسبب آلام شديدة نتيجة برضو التهاب النسيج الضم بتاع الجسم، فبيسبب آلام جامدة جدا في المفاصل، العضلات، الأربطة، الأوتار، الغضاريف. فبنبتدي دايما بالأدوية اللي هي فيها ضد الالتهابات، لأن العيان بيبقى مشتكي من الأساس منه من الآلام. بعد كده بتبقى حاجات لتخفيف الوزن، بعد كده العلاج الطبيعي يبقى ماشي ببرل مع العلاج بتاعنا ان هو تقوية العضلات حوالين الركبة، لان اساس جدا ان احنا كل ما نقوي العضلات اللي حوالين الركبة ده معناها بنشيل التحميل عن الركبة اللي فيها المشكلة. ممكن نستخدم بعض الفرش الطبية اللي هو بتقلل التحميل على الركبة.